أهلا مجددا المشاهدين، نواصل صباحاتنا الندية برفقتكم إلى أولى المساحات الحوارية المباشرة. عندما نتحدث عن كرة السلة نذهب إلى ثلاثينيات القرن الماضي، نسير على نهج كبار أسسوا لهذه اللعبة المميزة والجميلة اللي هي صفوة عن باقي الرياضات الأخرى. يعني كرة السلة ليست كمجرد لعبة عادية، تفاصيل كثيرة حنتعرف عليها من خلال مشوارنا الصباحي وفقرتنا الحوارية المباشرة. اتحاد الخرطوم لكرة السلة هو توقف لمدة عامين، ولكن يستمر في نشاطه الكبير آملين أنه يقدم المزيد والمفيد الذي يقدم السودان والسودانيين. سعداء صباحا أن نرحب بسعادة السفير الدكتور علي يوسف أحمد رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد الخرطوم لكرة السلة. أهلا ومرحبا بك في صباح الشروق. صباح الخير بك وصباح الخير لقناة الشروق ولكل مشاهديها يعني في أنحاء السودان. سعيد طيب. جدا أكون في ضيافتك. وإحنا أكثر سعداء على الهواء الطلق، يعني دائما تلعب كرة السلة خارجية يعني. فصباحا ننور كل السادة المشاهدين، ندي لمحة كده تعريفية عن كرة السلة وبدايتها في السودان يعني. والله شوف، هو اتحاد الخرطوم لكرة السلة ده أنشئ سنة 47، يعني معناتها كانت كرة السلة في السودان قبل 47، لأنه لما ينشأ اتحاد ينشأ لحاجة كانت موجودة، فهي معناتها من أربعينات القرن الماضي كانت موجودة كرة السلة في السودان، دخلت السودان و أصبحت لعبة يعني شعبية، لها شعبية كبيرة. في بعض الأحيان كانت تنافس كرة القدم يعني. صحيح. وكان اتحادات الكورة بتنسق مع اتحاد السلة في المباريات تكون في أيات وأيام عشان ما يحصل تناقض في أيام المباريات الكبيرة. وطبعا برضو يعني دخلت فيها الأندية الشعبية الكبيرة زي نادي الهلال ونادي المريخ ونادي الموردة، أصبح عندها فرق بتاعت كرة السلة، لأنه طبعا أي نادي رياضي يفترض أنه يعني ما يركز على منشط واحد. أيوة. فبدأت كرة السلة تدخل الأندية الكبيرة، لكن طبعا لما بدأت كرة السلة في السودان الأندية اللي كانت يعني فعلا مشهورة كانت هي أندية الجاليات، زي النادي الكاثوليكي والنادي الأرمني والنادي اليوناني، فدي كلها أندية وبدت فيها، لأنها كان طبعا كرة السلة تختلف عن كرة القدم في أنه هي بتحتاج لملعب مجهز بطريقة خاصة. كرة القدم نحن زمان كنا نلعب كرة القدم في نلعب كرة الشراب، فبتعمل كوم تراب بجاي جول، كرة الشراب كوم تراب بجاي جول والواحد بيقف في الجون، لكن كرة السلة لازم ملعب ولازم السلة ذاتها والبتاع، يعني محتاجة فعلا لأنه يكون في جهات عندها إمكانيات تطور اللعبة وتعمل الملاعب وكذا. وبعد كده بدأت تدخل في الأندية الرياضية زي ما قلت، في الهلال، المريخ، الموردة، الأهلي، أنا كنت بلعب في فريق الأهلي، نادي النيل، يعني الأندية الرياضية تقريبا أغلبها دخل في ال واستمر الحال يعني طورت الكرة، لأنه السودانيين يعني أغلبهم عندهم المؤهلات الشباب، يعني عندهم المؤهلات بتاعت أنهم يبقوا لاعبين بتاع كرة السلة، لأنه عندهم الطول الفارع زمان بالذات في السنوات ما قبل انفصال الجنوب. الجنوب صحيح. كان يعني تقريبا أكثر من ثلث اللاعبين من جنوب السودان، وطبعا فارع يعني السودان فاز بكأس الكأس. صحيح. العربية، انتصر على كل الفرق العربية سنة 72 وشال الكأس، فكان عنده تاريخ في كرة السلة يعني. طيب سعادة السفير، يعني بنشوف انه معظم اهتمام السودانيين على مستوى العالم حتى بمنشط رياضة كرة القدم عن باقي الرياضات الأخرى، وحتى لما نجي نزرع في أبنائنا من هم صغار بنزرع إنه هم يكونوا لاعبين كرة قدم وليس لاعبين كرة سلة أو معظم المناشط الأخرى. ليه كرة القدم أخذت الحيز الكبير عن باقي الرياضات الأخرى؟ هل بتعتبر الحاجة دي من التنشئة والاختيار الشاب؟ هو وفعلا كلامك صح، يعني في أغلب دول العالم الرياضة الرئيسية والشعبية هي كرة القدم، وزي ما قلت لك يعني يمكن السبب الرئيسي إنه كرة القدم يعني من السهل جدا انك تلعب كره القدم، يعني تتمرن عليها وتكتشف نفسك وتكتشف ليه، لانها يعني عباره عن كره مدوره، ممكن تكون كره الشراب، ممكن تكون يعني اي كره من الكور،
كرة السلة طبعا لازم تكون كورة خاصة بتاعة الميدان، نفس الحكاية. وبعدين حقيقة تطورت كرة القدم برضو من بدري جدا، وأصبحت لعبة عندها اتحادات دولية وعندها يعني شعبية على مستوى، لكن كرة السلة برضو يعني الآن اللعبة الرئيسية في أمريكا اللي هي أقوى دولة في العالم ودولة عظمى هي كرة صحيح. السلة. وانت ذكرت في بداية حديثك أصبحت كرة قديما كانت توازي كرة القدم وتؤجل المناشط لكرة السلة، فالأمر اختلف باختلاف الأجيال يعني. نعم لو تكلمنا سعادة السفير عن تكوين في انتفاضة كذا حصلت داخل النادي، فأنت مهتم جدا بكرة السلة، مهتم لتأسيس يعني اتحاد يليق باسم السودان حتى وبمشاركة السودان خارجيا، فزي ما حصلت الثورة لتغيير أشياء كثيرة برضو كان النادي توقف لمدة عامين وحصل ثورة داخل الاتحاد بسبب شباب هم أكدوا ودوك العزم والقوة لأنك تبدأ من جديد لتواصل المشاريع، فأسباب التوقف شنو لمدة عامين يعني؟ صحيح، أنا كنت أصلا كنت رئيس الاتحاد وانتخب مع بقية أعضاء الاتحاد، وحصلت يعني خلافات محددة حول بعض القضايا بتاعت النشاط السلة يعني، ويعني أنا في النهاية حسيت بأنه يمكن من الأفضل أنه أنا أستغل، ودي يعني أنا أفتكر أنها ثقافة شبه معدومة في الواقع السوداني ما في المناصب، فاستغلته وتركت رئاسة الاتحاد للشخص الذي يليني وهو ذاته قام استغل، واستمرت الأزمة دي. في الوقت ده قاموا الشباب لاعبي كرة السلة في الأندية عدد كبير منهم يعني عملوا حراك وبدوا يعملوا مظاهرات ضد الاتحاد وضد الناس الموجودين فيه، وفي النهاية هم جمدوا نشاط كرة السلة. تجمد النشاط خلال السنتين الماضيتين وانتهت فترة الاتحاد السابق، و يعني وزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة رأوا أنه يعملوا لجنة تسييرية، لأنه العديد من الأندية اللي مشاركة في الاتحاد ما كانت أوضاع موفقة عشان تعمل انتخابات، فعملوا لجنة تسييرية وجابوني أنا رئيس اللجنة، وأنا فعلا لأنه هؤلاء الشباب يعني يستحقوا أنه الواحد يعني يعمل من أجلهم، وهم لعبوا دور كبير جدا في التغيير اللي حصل. الآن نحن جينا هذه اللجنة لجنة محترمة جدا فيها عدد كبير من الشخصيات المرموقة يعني، جاءت وفيها تمثيل لكل الأندية تقريبا، جاءت من أجل تطوير كرة السلة، وفعلا نحن كمجلس أو كلجنة تسير عملنا اجتماعات وعملنا خطة بتاع عمل لتطوير كرة السلة خلال الفترة الجاية. أبرز مهامه شنو يعني، خطة قصيرة ولا طويلة؟ والله شوف هي في ظل الوضع الحالي اللي عايشه قصيرة هسه. ليه؟ لأنه نحن ذاتنا الفترة بتاعتنا يعني هي 6 شهور، مفروض أن إحنا خلال 6 شهور على أقصى تقدير نكون جهزنا المناخ لانتخابات تأتي من بعدها لجنة منتخبة اتحاد تكون مجلس إدارة للاتحاد تديره خلال 4 سنوات القادمة. فنحن الآن وضعنا خطة لتحريك كرة السلة، لإعادة الحياة لكرة السلة في السودان، وفعلا نجحنا الحمد لله في أننا نعمل الحكاية دي زي ما أنت عارف خلال اليومين الماضيين. فده تأسيس ودي أرضية ثابتة جيدة، لأنه يتأسس على الاتحاد نفسه وبقية الفرق زي ما أنت تكلمت أنه توفق أوضاع مستقبلا. بعد التوقف لمدة عامين والآن أنتوا في اللجنة التسييرية، شنو أبرز التحديات اللي بتواجهكم أنتوا عشان تتغلبوا عليها وتستمروا؟ طبعا أبرز التحديات لأي حاجة في السودان هي المسائل المالية، يعني توفر الميزانيات بتاعت التنشيط، لكن الحمد لله نحن يعني من خلال علاقاتنا الاجتماعية مع عدد من المؤسسات، يعني مثلا المنشط الأخير بتاع اللي عملناه بتاع الكاس الليلة الوحدة في يوم الجمعة والسبت الماضيين، يعني شارك في ساهم في تمويله الأخ وجدي مرغني من خلال شركته محجوب أولاد، وساهم مساهمة فعالة ونشكره، ننتهز الفرصة دي نشكره على مساهمته. أيضا هناك مساهمات من أعضاء الاتحاد نفسه، أعضاء اللجنة نفسهم فيهم من عدد منهم ساهموا يعني في تمويل
الجزء الاول من ال بعد كده حنمشي للمرحله الثانيه اللي هي بدايه الدوري دوري الدرجه الاولى قبل والدوري دوري الدرجه الثانيه ولذلك نحن من الان بنسعى لخلق رعايات انا دار اوريك نحن كيف حنقدر نمول او كيف حنقدر نمارس نشاط في الفتره الجايه نحن الان نسعى لخلق رعايات مع عدد من الجهات المحترمه جدا جدا التي تدعم الرياضه في السودان واذكر على سبيل المثال نحن الان في 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 مفاوضات مع شركه سكر كنانه هي كانت الراعيه لاخر دوري انا كنت تواصلت معهم واخذت منهم رعايه للدوري اللي انتهى بـ 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 بسقوط الاتحاد والان نحن نعود من جديد. طيب في نقطه والله كنت ما عايز افوتها وانت بديت فيها وذكرتها نقطه الدعم معظم المؤسسات اللي هي بتنضم تحت لواء كثير من الفرق بينتهي بها المطاف بانتهاء الدعم المادي يعني فنحن عايزين يكون دعم مادي ما لفتره معينه ولفتره زمنيه معينه عشان ما يقل النشاط بل يكون في دعم ايضا من جهات مسؤوله للاهتمام الحقيقي لانه الاتحاد يمثل السودان وليس يمثل جهات معينه يعني طيب في واحدة من محاورنا بنتكلم عن المدة الزمنية للجنة يعني أنت ذكرت إنه ستة شهور ده هل كافية لإنجاز مهمة اللجنة يعني؟ نحن بنفتكر إنها كافية لسببين السبب الأول إنه نحن أعدنا الآن خلاص بعد مرور أقل من شهر نحن أعدنا الحياة لكرة السلة وكانت عودة يعني يمكن تكون لو شفتوا المشاهد من المناسبة نفسها يعني عودة روح لكرة السلة وعودة يعني بيئة بتاعت عمل وبيئة يعني منافسة جميلة جدا جدا والشباب كانوا فرحانين ولعبوا وهشونا بمستواهم الفني الرائدات يعني أنا صراحة فوجئت بمستوى اللاعبات السودانيات الموجودات في الأندية الرياضية اللي شاركت يعني نادي أبروف نادي المريخ بنات المستقبل وبنات المستقبل ده فريق جديد ما عنده نادي ولا عنده أي حاجة استطاع أنه يفوز بالمناسبة يعني طلع الأول هو مجموعة من الشابات والسيدات اللي فصراحة نحن فوجئنا بالمستويات الفنية وفوجئنا بالتطور اللي حصل في المنشط بالنسبة للمرأة يعني أنا اتخيل انه نحن خلال اقل من سنه حيكون عندنا فريق قوي جدا جدا بتاع منتخب سوداني لكره السله للمراه فريق برضه لكره السله احنا الجزء انشق مننا اللي هو الجنوب الان بينافس في كاس العالم لكره السله انتصر على مصر وانتصر أيوة. على تونس وانتصر على السنغال صحيح ديل كانوا جزء من الحقيقه طيب يعني ده المصير تمام نركز مستقبلا زي ما ذكرت انت ده اللي بتاسسوا ليه وانتوا عشان يكون المستقبل زاهي يعني فمعظم الانديه بتتخذ اساليب جديده تقنيات جديده برضه لطرق اللعب واساليب اللعب لانه اختلف حتى على مستوى العالم شنو ابرز الشيء اللي ممكن تقدموه للشباب عن طريق التدريب ومن الناحيه الفنيه عشان يكون تاهيلهم جيد يعني في الفتره دي عندنا حاجتين مركزين عليهم بدينا بالتحكيم يعني الان نحن اجتمعنا مع الحكام المسجلين ورصدنا عددهم واتفقنا معهم انه حنعمل لهم ورش عمل وعشان هم الضلع المهم جدا في كره لانه انت عشان يكون في تطور واضح لابد انه يكون محكوم بشخصيات عارفه القوانين وعارفه طريقه اللعب وعارفه وهي تلعب دور كبير جدا في اداء الضلع الثاني اللي هو المدربين احنا الاسبوع الجاي عندنا برضو ورشه عمل مع المدربين وحنرصد المدربين وحنعمل لهم حلقات مستمره بتاعت يعني انه هم يزيدوا مقدراتهم لانه برضه المدربين هم جزء اساسي من التطور بتاع اللعبه بدون مدرب يعني فاهم اللعبه وعارفه وعنده افق واسع وعنده مقدره على تطوير ما حتلقى انك انت بتقدر تطور. الضلع الثالث اللي هو اللاعب لابد اننا احنا كمان نرعى اللاعبين الشباب وانا والله بتوجه للشباب وبفتكر انه دي ان احنا حنوفر لهم مناخ يمكن هم حسوا بالحكايه دي في المنشط الاخير ده. الحاجه اللي بتحفظ شبابنا دي المساكين الطيبين الثوريين المجاهدين انه
يكون في يكونوا هم جزء من الرياضه. الرياضه بتمنع الشباب من السجاير، الرياضه بتمنع الشباب من الكحوليات، الرياضه بتمنع الشباب من المخدرات، بتجدد النشاط وتذيل كثير من النشاط الاثار السلبه. انا يعني احنا حياتنا كلها مرتبطه بالرياضه. يعني احنا انا لعبت كره السله في الوسطى، ثم في الثانوي في المؤتمر الثانوي، ثم في جامعه الخرطوم، ثم في الانديه، وانا اقول لك اصلا ما شلت سيجاره في يدي ولا يعني بشرب. يعني انا بفتكر انه الرياضه جزء هام جدا من حياه الشباب ديل، ونحن بنعيد الحياه لهؤلاء الشباب. وانت دي دعوه صريحه يعني لكل الاسر اللي بتتابعنا الان، يعني انه هي تشجع ابنائها على 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 الرياضه وعلى دخول بالذات كره السله. تذكرت عشان توفروا مناخ ملائم بالنسبه للشباب حتى انه يقدروا يقدموا المزيد في رياضه كره السله. فبرضه الجانب المعنوي هو مهم، وهم يعني كان في حراك كبير عشان انتم تجوا لرئاسه اتحاد النادي عشان تكونوا مستقبل زاهي، فماذا عنهم هم يعني دعمهم ماديا، دعمهم لوجستيا يعني لكل التفاصيل دي عشان يقدروا يستمروا برضه يكون في تشجيع يعني الحاجه ده عندها اساس. ما داري اكشف ولا بترتبط عن الداعمين فقط يعني تحتمد؟ لا نحن عملنا حتى دعم للشباب ديل. يعني نحن في اللجنه رأينا أنه لما نجي يعني الفرق اللي بتفوز بدل ما نديها يعني الكاس عملناه وجبناه، لكن في بتاعات كده بتاعت بلاستيك بيوزعوا عليهم، قلنا لهم يا جماعة خلوها دي كنتوا بتجمع نوزع لهم ظروف فيها يعني دعم مادي يساعدهم وفرحوا جدا يعني مع أنه دعم بسيط يعني دعم المادي والنفسي مهم برضه. لكن أنا شايف أنه نحن نجحنا في أننا نلقى دعم ضخم جدا من الاعلام. يعني ما جانا بالصدفه، يعني يمكن لاول مره انا والله شو يعني احنا عملنا خطه بتاعت اتصالات ودعم اعلامي ناجحه جدا جدا. عندنا زميله يعني قامت بالعمل ده اسمها ابتسامه ناحيه، يعني هذا العمل الاعلامي لاول مره يسلط الضوء بشكل كامل، يعني كل القنوات وكل الناس فرحت جدا بعوده كره السله. وانا داري احيي برضو الاجهزه الاعلاميه وداري احيي الشروق مره اخرى على هذا يعني الاهتمام، لانه فعلا مش اهتمام برياضه بس زي ما انا ذكرت، ده اهتمام بالشباب. وبعدين مجتمع كره السله مجتمع مترابط قريب لبعض، يعني المتفرجين بيكونوا قريبين لبعض، اللاعبين في حول الميدان، فبتتخلق يعني علاقات بتاع الصداقه ومعرفه بين اللاعبين والمختلفين، حتى بين المشجعين، بين الحكام وبين المسؤولين فهو مجتمع يعني مختلف جدا من الرياضات الاخرى. الحديث سعادة السفير عن كرة السلة لا تختصر المساحات الضيقة، نحتاج لمساحات افضل عشان نقدر برضو. لا نحن كمان حنخش في علاقة يعني بتاعت رعاية مع الشروق، وان شاء الله احنا باذن الله تجي الشروق تنقل المباريات باذن الله بتاعت الغادبه ان شاء الله. امتداد اللي وعدك اللي قطعته مع المشاهدين، ان شاء الله باذن الله حنستمر في كل مناشطكم ونقدر نبرزها خاصه في التسجيلات الجديده اللي حنتطرق لها في حلقات قادمه باذن الله تعالى. انتهى زمننا معك سعاده السفير الدكتور علي يوسف احمد رئيس اللجنه التسييريه لاتحاد الخرطوم لكره السله. شكرا على حضورك صباحا، كثر خيرك. شكرا شاكر ومقدر. الله يكرمك.